ألف مبروك، أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم الشهيرة بماما نجوى تعافيها من إصابتها بالسرطان، معلقة جت كده من عند ربنا. وقالت نجوى إبراهيم خلال تقديمها برنامجها بيت العز المذاع عبر إذاعة النجوم الـ FM: أنا فرحانة ومبسوطة الحمد لله بعد 4 أو 5 شهور قلق، حابة أفرحكم وهي جت كده من عند ربنا، وبيجيلي كم دعوات كتير منكم، اعتبروني من النهاردة لسه وجه جديد معاكم. وعلى جانب آخر، أكدت نجوى إبراهيم أنها دخلت في حالة انهيار بسبب الدعوات التي وصلت لها بعد تصريحاتها عن إصابتها بالسرطان، حيث قالت خلال البرنامج الإذاعي بيت العز: حسيت إني غلطت جدا لما اتكلمت وكلامي ما كانش شكوى، ولما روحت قعدت 2 يومين أعيط من الدعوات اللي وصلتني، ده أنا لو هيقطعوا إيدي متهيألي مش هتقطع من كتر الدعوات، فعلا رب ضارة نافعة. وحول إصابتها بالسرطان ردت نجوى إبراهيم وقالت: قعدت أقول ليه هنكد عليكم، ما كل واحد في اللي مكفيه، وليه أطلع أقول كده؟ ما أنا بقالي 2 شهر بجري في موضوع مرضي مع أولادي وعيلتي. وفاجأت نجوى إبراهيم الجمهور بتصريحات صادمة في برنامجها بيت العز عبر إذاعة نجوم الـ FM، إذ وجهت رسالة لمنتقديها قائلة: أنا أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدا على حاجة نزلتها، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، انتوا عايزيني اعتزل؟ ما ضروري الواحد هيعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم، ممكن اعتزل الاسبوع اللي جاي لاني اتخنقت، مش على اخر عمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم شوية. واضافت نجوى ابراهيم: الناس بتستنكر على غيرها الابتسامة، وليه لازم كل الناس اللي بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله. وأردفت نجوى إبراهيم: عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندي سرطانات وعاملة 7000 عملية وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم شوية، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكو ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكو، حبوا بعض شوية. وحرص القاهرة 24 على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية نجوى إبراهيم بعد تصريحاتها بإصابتها بالسرطان، حيث قالت: أنا الحمد لله كويسة وبخير. وإحنا بنقول لها: أنت إعلامية وجميلة وكلنا بنحبك، وسيبك من كلام الناس، عمر الناس ما هيبطلوا كلام، وطول عمرك وأعمالك الناس كلها بتحبها، وتعالوا نشوف أسرار عنها وعن زيجاتها أعتقد ما تعرفوهاش. كانت رمزا يشاهده الكبار والصغار، تعال تعلم الأجيال وتحكي للأطفال، ولعل شخصية بؤلز التي أحبها الأطفال هي أبرز ما يتذكره الجمهور لها، وخاصة الأجيال التي عاشت على برامجها. بؤلز كلنا فاكرينه طبعا، دي نجوى إبراهيم. هي الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم التي ولدت في 4 إبريل عام 1946، أي زالت محتفظة بجمالها وحيويتها، ولدت في محافظة القاهرة بمصر، وشهدت حياتها العملية العديد من الأحداث ما بين البرامج التلفزيونية ومشاركتها في أعمال سينمائية متميزة. تزوجت نجوى إبراهيم 3 مرات، أولهم لاعب الكرة الأشهر مروان كنفاني صاحب الجنسية الفلسطينية. ده زوجها الأول مروان كنفاني، وأنجبت منه أولادها حكم وناصر. وعندما تم تعيين مروان مستشار للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، تطلب المنصب الجديد إقامتها معه في نيويورك مقر الأمم المتحدة، فرفضت نظرا لكثرة هنا مع أولادها حكم وناصر منه، نظرا لارتباطها الفنية بالقاهرة، مما أدى لحدوث خلافات التي أدت إلى الانفصال. أما الزيجة الثانية لها فكانت من المذيع أحمد فوزي، والتي لم تستمر فيها طويلا.
ثم دخلت نجوى إبراهيم في الزيجة الثالثة من رجل الأعمال الأمير السعودي عاصم القزاز، وكانت تلك الزيجة هي الأخيرة لها، والتي تحمل قصصا مختلفة عن زيجاتها السابقة حتى في الطلاق. فالزيجة التي بدأت في السر وأعلنت رسميا بعد ذلك لم تكمل عاما واحدا، وذلك بعد أن علمت عائلة القزاز بتلك الزيجة وأجبروه على الطلاق منها. وقد التقت لميس الحديدي في برنامجها فيش وتشبيب المذيعة نجوى إبراهيم، والتي تحدثت عن زيجاتها الثلاث وعن برنامجها فرح كليب وعن العرض الذي تقدم به الشيخ خالد الجندي لها للعمل كمذيعة في قناة أزهري، ولماذا رفضت ورأيها في الحجاب، وعن الهيروين الذي ضبط معها. سألتها لميس: هل عرض عليك الشيخ خالد الجندي الحجاب مقابل تقديمك برنامج ديني في قناة أزهري؟ ردت نجوى إبراهيم: فعلا عرض علي وتناقشت معه، ولكني لا أقبل أن يفرض علي أحد شروط أو أن يقول الناس أني اتحجبت من أجل تقديم برنامج، فالحجاب لابد أن يكون نابعا من نفسي، وأنا أقدر القناة والشيخ خالد الجندي لأنه من العلماء المستنيرين. ولكن تردد أن نجوى إبراهيم ارتدت الحجاب بعد زواجها من رجل الأعمال عاصم القزاز. لم يحدث. ده الشيخ خالد الجندي معروف طبعا. ماذا تقولين عن تجربتك من زواجك من رجل الأعمال عاصم القزاز؟ أنا دخلت هذه التجربة وكنت فخورة جدا بنفسي لأني رجعت الحاجة لأصحابها. هل هناك جهة عرضت عليك الحجاب مقابل مليون دولار؟ الحجاب يعود إلى علاقتي بربي، ولا يستطيع أحد أن يؤثر علي ولو بمال الدنيا كلها. قيل أن نجوى إبراهيم حصلت على رشوة لتسجيل فرح في برنامج فرح كليب الذي كانت تقدمه على قناة الأسرة والطفل. حينما أسمع عن هذه مثل هذه الأخبار أعتبرها كوميديا. فقد اتهموني قبل ذلك بتهريب 6 كيلو هيروين مع إني كنت في العمرة، وعندما عدت أخبرتني أختي بما كتب عني في الجرائد، وقد أضحكني الخبر، ولكن نفسي صعبت علي جدا بعد ذلك. ما هو أكثر اتهام أوجعك؟ موضوع الرشوة لبرنامج فرح كليب، لأنني كنت دائما أنبه العاملين بضرورة احترام القناة وسمعتها. هل عدت إلى القناة بعد البراءة؟ لا، فقد أرسلوا لي ورقة صغيرة جدا كأنهم أرسلوها لبولس مثلا، ولهذا قررت ألا أمر أمام التلفزيون المصري. في حياتك الشخصية، هل ظلمت في زيجاتك؟ ومن هم أزواجك؟ أزواجي 3: أحمد فوزي ومروان كنفاني مستشار رئيس العرفات وعاصم القزاز. وأنا لم يظلمني أحدا منهم، ولكني مصابة بالتهاب حاد في مسألة الكرامة. ففي زيجاتي الأولى ندمت جدا لأني هدمت البيت من أجل السينما. لقد كنت وأحمد فوزي ثنائي جيد، فلماذا الانفصال؟ بالفعل كنا كذلك، ولكن الظروف وضعتني في هذا المأزق، ولكنها مشيئة الله. هل هناك أزواج بعد عاصم القزاز؟ بالطبع لا، لأنني أرى وجه أولادي وأحفادي فأحمد الله. ما هو الشيء الذي يزعجك الآن؟ أنا حزينة لأنني لا أملك أن أعطي كما كنت أعطي منذ زمن مضى وقبل وقعة فرح كليب. ما هو الموقف الذي لم تنسيه في برنامج فكر ثواني واكسب دقايق؟ البرنامج استمر 6 سنوات، ومن أطرف ما حدث فيه أن شخصا قابلني وأخبرني أنه لا يريد جائزة بل إنقاذ قطة الجيران الذين تركوها في البلكونة منذ عدة أيام ويلقي لها بالماء والطعام من بلكونته. فاتصلت بوزارة الداخلية وحققت طلب. ما هو الفيلم الذي مثلتيه ولا تنسيه؟ فيلم الأرض، فقد مثلته عمري 16 سنة، وعملت مع عمالقة الفن في ذلك الوقت مثل محمود المليجي ويحيى شاهين ويوسف شاهين. بماذا خرجت بعد الطريق الطويل الذي قطعتيه بالعمل في الإعلام؟ إني كبرت مبكرا وأشعر أحيانا أنني أبلغ من العمر 80 سنة. من هم أصدقائك؟ ليس لدي أصدقاء بل حبايب، وأعز هؤلاء فريال صالح وفريدة زهر. من الذي ترك بصمة في حياتك؟ بالطبع أبو الأولاد الذي يحمل أبنائي اسمه. دي نجوى إبراهيم ومشوار حياتها.
وأنا مع أولادها. بدأت نجوى كمذيعة في التلفزيون العربي في القاهرة في 1965، وقدمت مجموعة من البرامج التلفزيونية منها 6 على 6، ولعل أهمها برنامج صباح الخير يا مصر، والذي كانت تطل به علينا صباح كل يوم. يستقبل الصباح بصوتها وموضوعاتها وأفكارها التي تطرحها، وترصد من خلال برنامجها أحداث اليوم ببدايته. لم تكن تلك البرامج هي فقط التي قدمتها نجوى إبراهيم منذ عملها كمذيعة، ولكنها اشتهرت أيضا بعدة برامج أخرى، منها اخترنا لك وفكر ثواني واكسب دقايق، والذي استمر ونال نجاحا لأكثر من 5 سنوات متتالية، وبرنامج صباح الخير. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم.